الارتفاع المخيف لعدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، تطور مقلق وسرعة انتقال التحكم فيها خرج عن النطاق بسبب التراخي واللامبالاة، وضعية استنفرت الحكومة التي سرعت اليوم برئاسة الوزير الأول لوضع مخطط عمل استعجالي فوري مع تدابير دقيقة من أجل احتواء انتشار الوباء. وخلال ترأسه الاجتماع التقييمي لمدى تطور الوضع الوبائي، شدد جراد على ضرورة توفير كل الظروف البشرية واللوجستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى ومستخدمي القطاع الصحي في ظل حالة مقلقة وضغط كبير تعرفه مختلف المصالح الاستشفائية عبر الوطن. هذا وجدد الوزير الأول عدم استبعاد اتخاذ المزيد من إجراءات الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور.